صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ انا نزلت بصراحه، كنت متضايقه جدا من قعده البيت، قلت اتمشى شويه، وكمان في حاجات ناقصه عندي كتيره جدا عندي في المطبخ وكده، طلبات بيت يعني، قلت انزل اجيب الطلبات والولاد كمان تلعب شويه في الجاردن. بصوا المكان جميل جدا، شايفين؟ هاخدكم النهاردة الجولة كلها برا البيت، هنعدي على السوبر ماركت ونعدي على الخضار. قلت اعمل ايه بقى؟ قلت اعمل المقدمة الحلوة دي من الشارع. حط ماية. طبعا احنا لابسين الكمامة بتاعتنا، واخدين احتياطاتنا يعني. بصوا بقى، انا قلت لازم اتشجع وانزل واتمشى، مش انت لازم اتمشى كده كل يوم ساعة او نص ساعة. المهم ان انا اتمشى وخلاص. طبعا واخده البلاد عشان تشيل معايا الحاجه، يعني انا اتمشى وهم يشيلوا. اكيد اكيد طبعا. طبعا الولاد بقى عايزه تلعب، فقلت لهم العبوا. يلا بصوا بصراحة احنا مخنوقين جدا من جو البيت، قلنا نلعب شوية كده في الجاردن تحت وبعدين نجيب حاجتنا ونروح. كنزي تعبانة شوية فبصراحة ما قدرتش تخرج معانا، فانا سبتها في البيت، ما حبيتش ان انا اغصب عليها وكده، لكن الولاد كانت عايزة تيجي معايا. يلا الشارع عندنا زي ما انتم شايفين كده، لسه ما دخلناش عند المحلات ولا عند السوبر ماركت ولا عند اي حاجه خالص. اشترينا الحاجة وجبت كل حاجة كانت ناقصاني في البيت، وجاية بقى مش قادرة يعني، اتمشيت ساعة كده وخلاص فصلت بصراحة، والولاد زي ما انتوا شفتوا في الفيديو لعبوا وكل حاجة. تعالوا بقى شوفوا انا جبت ايه. جبت لفت، لاني انا عايزة اخلي اللفت، مع اني انا لسه مخلاه وخلصان، بس ابراهيم عايز لفت، قلت له ماشي. وجبت كوسة، دي كوسة. بصوا انا بحب الكوسة كده الحجم ده، ما بحبش الكوسة اللي هي التخينة، الحجم ده حلو قوي. جبت كيلو، جبت طماطم، والطماطم بقى حمرا بقى وجميلة. بصوا شايفين الطماطم وهي عاملة ازاي؟ انا بحب الطماطم الحمرا اللي تخلي لون الاكل حلو، غير الطماطم اللي بتبقى مصفرة شوية بتضطري ان انت تحطي لها صلصة. جبت 3 كيلو. بصوا جبت فلفل، فلفل رومي. الفلفل الرومي ده اساسي عندي في التلاجة، بستخدم كمية فلفل رومي يعني فوق العادي. ابراهيم بيقول لي انت اكتر واحدة بتستخدمي الفلفل الرومي. هوريكم الاول الخضار وبعدين هوريكم انا جبت ايه من السوبر ماركت. وجبت خيار، بصوا بقى، بصوا كرومبا، هعمل محشي كرومب، بس طبعا مش في الفيديو ده، في فيديو تاني. شايفين؟
كرنباية حلوة ازاي؟ بعرف انقي بقى ولا مش بعرف؟ وطبعا جبت خضرة، الخضرة بتاعتي المحشي اهي. انا قاعدة كده لاني مش قادرة اتحرك بصراحة، قلت استريح واخلص ام الفيديو ده. هوريكم دلوقتي الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت. جبت سكر، جبت شوفان، الشوفان عشان الدايت، هو ده الشوفان اللي انا بقول لكم عليه، الشوفان الجامبو. بصوا اي ماركه بقى انا بجيب ليلو، هو ده بتاع الدايت اللي انا بعمل بيه الوصفات بتاعتي. هعمل كذا وصفه دايت بالشوفان ده، الشوفان اللي هو الحبه الكامله. جبت كمان ايه؟ جبت جيلي وجبت ملح وجبت كيس تاني، مش عارفه جبت ملح ده ولا جبت ملح. انا لما بستخدم الملح على طول. جبت فيه كل انواع المكرونات انا جبتها، يعني اهو جبت شعريه، مكرونه سباكيتي ومكرونه اقلام وشعريه، ودي مكرونه لسان عصفور، ودي المكرونه الصغيره بتاعتي الكشري او بتاعتي التحمير، دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده واتفسحت بصراحه وخرجت. انا كنت مخنوقه قوي قوي من قعده البيت، انا اصلا ما بحبش اقعد في البيت، فقلت الفرصه انزل اجيب الطلبات بتاعتي وفي نفس الوقت اشم كده هواء. بمجرد ما نزلت الشارع واتمشيت وجبت طلباتي، حتى لو انا مش عايزه اجيب طلبات، ومجرد بس ان انا خرجت بره البيت حسيت براحه فظيعه بجد، يعني حسيت كده ايه ده، انا جددت طاقه وجددت كل حاجه حلوه. ان شاء الله الفيديو الجاي هنسلق ام الكرومبايه دي وهنعمل محشي كروم، كمان هنعمل حاجات صحيه في الروتينات اللي جايه ان شاء الله. بس شجعوني، اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.